الجمع العام العادي لمؤسسة وكالة المغرب العربي للأنباء يصادق على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنتي 2019 و2020 وكذا مخطط عمل 2020-2021 وميزانية السنة المقبلة. وهكذا تميزت سنة 2019 و2020 باكتساب مهارات جديدة وتحسين جودة الخدمات عبر 6 محاور، وهي السمعي البصري والإعلام الرقمي والمهارات اللينة والتغطية الاجتماعية، إلى جانب التميز الدراسي والأنشطة. ونفذت مؤسسة وكالة المغرب العربي للأنباء برنامج تكوين كامل مع مؤسسة سيفاب الرائدة في مجال التكوين في مهن السمع البصري والصحافة. ولتحسين المهارات التدبيرية شرعت المؤسسة في سنة 2020 في إنجاز برنامج للتكوين يحمل عنوان مسؤول التدبير في مواجهة أي اختبار. مؤسسة وكالة المغرب العربي للأنباء تولي أهمية خاصة لتحسين الخدمات الاجتماعية، حيث تضعها على رأس الأولويات، كما أنها تمثل 70% من تكاليف التسيير. المؤسسة تقوم كذلك بعمل هام من خلال الرفع من مستوى المؤهلات وتطوير قدرات وكفاءات العاملين والأطر بالوكالة. مخطط عمل سنة 2021 يتضمن من بين أمور أخرى استئناف أنشطة التكوين ومواكبة إطلاق قناة الأخبار المغربية M24 وإذاعة الأخبار المغربية ريم راديو وندوة أقطاب الوكالة، بالإضافة إلى بناء المقر الجديد للمؤسسة وإطلاق معهد الوكالة. أما فيما يتعلق بالتغطية الطبية، فقد أبرمت المؤسسة عقدا جديدا لتغطية استشفائية أكثر فائدة.